إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين يحرم أكثر من 3000 صياد فلسطيني من الاسترزاق هذا اليوم في عرض بحر قطاع غزة. هذا القرار الإسرائيلي جاء بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية على غلاف غزة والمستوطنات الإسرائيلية ردا على العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق أهلنا في مدينة القدس. هذا التوتر على حدود قطاع غزة لليلة الثالثة على التوالي بدأ بإعادة الاحتلال الإسرائيلي وضع المتاريس والحواجز في طريق باب العمود بعد قرار رفعها وانتصار المقدسيين، وأيضا اعتداء الاحتلال وقمع الشبان الذين كانوا يتواجدون في ساحات المسجد الأقصى. المقاومة الفلسطينية ردت على ذلك بإطلاق صواريخ تجاه شاعر هاني جيف وأيضا مستوطنة إشكول. حاولت القبة الحديدية على مدار الليلة الماضية اعتراض الصواريخ القذائف الصاروخية التي تطلق من قطاع غزة. اعترضت الصاروخين فجر هذا اليوم وسقط ثالث في منطقة مفتوحة. قرار إغلاق بحر قطاع غزة هو رد الاحتلال الإسرائيلي الوحيد على غير العادة على إطلاق القذائف الصاروخية. اعتدنا على الاحتلال يعني استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية، نقاط رصد وأيضا أراض زراعية، لكن الاحتلال على مدار ليلتين من التوتر لم يستهدف أي من هذه المناطق. هذا القرار قرار الإغلاق بدأ بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 9 أميال، لكن صباح هذا اليوم أصبح قرارا بإغلاق كامل أمام الصيادين الفلسطينيين. الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وعلى لسان رئيس المكتب السياسي السيد إسماعيل هنية أكد على موقف الحركة بأنه لا هدوء ولن يحصل هدوء في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق أهلنا في مدينة القدس. لربما الساعات القادمة تحمل مزيدا من التوتر والأحداث. نبقى معكم في وكالة سبق 24 في متابعتها لحظة بلحظة. أحمد البطة، قطاع غزة.